ولا خلصنا من الجوع يا سايب، خلصنا عن روح ابي يا ندق الملاطه الثانيه واحنا قاعدين نصور. يلا والله يا غير احطها وشرش هذا اللي مسكي ترى. يلا ماجد صح، وهنا انا حوله انا اللي بعجبني فيك ولا بترضى تاكل ثاني يجي عنده ايثار يا اخي ايثار انت ما تزعلوا. هاي قلنا بسم الله. هاي اساس الدار البلط.